نظمت المبادرة الوطنية للتصدي لمظاهر التطرف والإرهاب مؤتمرها السنوي تحت شعار معا ضد الإرهاب بمشاركة عدد من القيادات الحزبية لإبراز ما يقوم به رجالنا البواسل بالقوات المسلحة والشرطة من مجهودات لحفظ الأمن للدولة المصرية. النهاردة احنا بنناقش موضوع رئيسي وهو خاص بالإرهاب وكيف نواجهه، والحقيقة أهمية هذا الموضوع بتنطلق بأنه أحد التهديدات الرئيسية لأمننا القومي، والدولة دائما بتدعو إلى نشر الوعي لمكافحة الإرهاب، لأن الإرهاب مكافحته لا تتوقف على الدولة والأجهزة الأمنية فقط، ولكن هناك دور هام جدا للمواطن ومؤسسات الدولة المختلفة. كنا عرضنا فكرة التطرف وقلنا أن التطرف معناه في اللغة الغلو في استخدام الشيء، احنا دايما نقول لك خير الأمور الوسط، يعني زي ما يقولوا. ففكرة التطرف هي فكرة الغلو، سواء بقى في المعتقدات الدينية، سواء في التصرفات الفردية، سواء في السلوك، يعني فهم. فدي كلها أمور يمكن معالجتها بالحوار وبالفكرة وبالمناقشة وبالمجادلة. أما الإرهاب فإحنا وصلنا لمرحلة زي ما قلنا الحروب الوكالة، يعني النهاردة الإرهابي النهاردة ممكن جدا ما يكونش معتنق فكر متطرف، ولكن أنا مأجره زي ما العناصر داعش اللي راحت من إدلب إلى مصراتة وطرابلس، النهاردة بيتقال إن هم بياخدوا $2,000 في الشهر علشان يخش جوه تنظيم داعش وعلشان يواجهوا ضربات للقوات الوطنية، الجيش الوطني بتاع المشير خليفة حفتر. فدي ما اعتقدش ان دول متطرفين، ما اعتقدش ان دول عندهم نهج فكري معين، لا استحاله طبعا. وبالتالي دول لازم ان انا اتعامل معهم بنفس الاليه اللي هم بيتعاملوا بيها. وانقسم المؤتمر الى عدد من الجلسات، بدات بجلسه عن مظاهر التطرف والارهاب، ثم جلسه عن الهويه الدينيه لارض رسالات السماويه، لياتي بعدها نقاش حول الرقابه المجتمعيه ومناهضه الظواهر الارهابيه. الهوية الدينية والهوية الثقافية لمصر بتميز مصر عن بقية الشعوب، لأن مصر منذ ما قبل الميلاد عرفت التوحيد من أيام أخناتون بإنشاء العاصمة أخيتاتون، ثم دخول المسيحية في القرن الأول الميلادي، ثم دخول الإسلام في القرن السادس الميلادي. فمصر تدرك أهمية مفهوم الدين بالتوازي مع مفهوم الثقافة والهوية الوطنية المصرية. احنا بنعمل ندوات كتيرة تثقيفية داخلية وخارجية وفي جميع الأحياء عندنا في القاهرة هنا والمحافظات، يعني اللي هو الدكتور محسن راح بنها وراح الصعيد وراح، يعني بنعمل في المحافظات كلها. احنا ليه دايما بنتكلم كمؤسسات دولة، ليه بنتكلم دايما على الإرهاب والتطرف؟ ليه؟ لأن احنا حاسين ان احنا كمؤسسات مرتبطة بالجماهير وكأحزاب، وحزب حماية الوطن بالذات حس ان دورنا اللي لازم يبقى نعرف الناس ودايما نعرف وما نسكتش، لانه احنا لو سكتنا انت عارف تأثير هذا الارهاب والتطرف ايه بيبقى على مجتمعنا. واكد المؤتمر على ضرورة الاصطفاف للتصدي لآفة العصر وهي الارهاب، ناكرين ما يفرقنا من اتجاهات سياسية أو توجهات حزبية أو تيارات مجتمع، لأنه لا خلاص من التطرف والإرهاب إلا بالوحدة. هيفضل الإرهاب هو المشكلة اللي بتؤرق دول العالم، لكننا في مصر قدرنا نحقق المعادلة الصعبة، قدرنا نحارب الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وفي نفس الوقت السير في خطط التنمية بمعدل كويس جدا، وده نتيجة لمجهود كبير مبذول من القيادة السياسية ومن الجيش المصري والشرطة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، وكمان ده نتيجة لالتفاف الشعب المصري حواليهم. فريد أدوار، CTV.